السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله معانا منهج Discover Primary 2 الترم الاول، ودي اول حلقة في شرح منهج Discover، المنهج الجديد للصف الثاني الابتدائي الترم الاول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين يا اصحابي، ده الكوفر بتاع الكتاب Primary 2 Discover Term 1، وطبعا دي اول صفحة في الكتاب، وهي فيها النيم او الاسم، هنكتب هنا اسمنا طبعا زي ما احنا عارفين، والكونتنتس، الكونتنتس او المحتوى. عندنا two themes او محورين في منهج Discover الترم الاول. اول حاجة المحور الاول اسمه Who am I؟ من اكون؟ والمحور التاني او theme 2 The world around me؟ العالم من حولي. theme 1 بينقسم الى three chapters او ثلاث فصول. chapter 1 اسمه A day in my life، A day in my life، يوم في حياتي. chapter 2 اسمه Taking Care of Me، الاعتناء بي. وشابتر 3 او الفصل الثالث When I Grow Up، عندما اكبر، لما اكبر ان شاء الله. Theme 2 او المحور الثاني The World Around Me، العالم من حولي، بينقسم الى 3 chapters او 3 فصول. Chapter 1 What is in the night sky؟ What is in the night sky؟ ماذا يوجد في سماء الليل؟ Night sky، السماء بالليل. Chapter 2 أو الفصل الثاني Helping My Habitat. Helping My Habitat يعني مساعدة موطني، إزاي ممكن أساعد الموطن بتاعي، البيئة بتاعتي، المكان اللي أنا عايش فيه. و Chapter 3 أو الفصل الثالث Monumental Designs. Monumental يعني ضخم، يعني هائل، يعني كبير، يعني huge. و Designs، Designs يعني تصاميم، تصميمات ضخمة، حاجات ضخمة ممكن يكون الإنسان عملها وأنشأها، وهنتعرف على ده أكتر وإحنا بندرس شابتر 3. يلا نتنقل لأول صفحة. زي ما احنا شايفين يا أصحابي، Who am I؟ ده اسم سيم 1 أو المحور الأول. شابتر 1 الفصل الأول A day in my life، A day in my life، يوم في حياتي. ودي أول صفحة في شابتر 1 زي ما احنا شايفين قدامنا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا، ونوصل لبيج نمبر 3 او صفحة رقم 3. Meet Noor's family. Meet يعني قابل، Noor's family عائلة نور. الاس دي طبعا اس الملكية، بتيجي بعد اي noun او اي اسم، وبيكون قبل منها apostrophe، وبعد كده بيجي الحاجة اللي هي ملك الاسم ده. Noor's family يعني عائلة نور. Meet يعني يقابل. Meet Noor's family يعني قابل عائلة نور. Follow اتبع. Along as the teacher reads the story، اتبع المعلم وهو يقرأ القصة. Follow along as the teacher reads the story، اتبع المعلم وهو يقرأ القصة. فاحنا هنا يا أصحابي عندنا story جميلة قوي بتتكلم عن Noor's family أو عائلة نور. تعالوا نقراها مع بعض، وعايزكوا بعد كده تكرروا الكلمات ورايا والجمل ورايا علشان خاطر تعملوا فولو وتقدروا تعملوا ريدنج للستوري دي لوحدكم بعد كده. فأول حاجة يا أصحابي، هاي أهلا. My name is Noor. اسمي نور. I am seven years old. أنا عندي 7 سنين. I live in Cairo. أنا أعيش في القاهرة. I have a big sister. أنا عندي أخت كبيرة. Named اسمها يعني مسمى. سارة. And a little brother. وأخ صغير. Named مسمى سمير. اسمه سمير. يبقى مرة كمان. Hi. My name is Noor. I am 7 years old. I live in Cairo. I have a big sister named Sarah and a little brother named Samir. We live with our mom. احنا عايشين مع ماما. وبعدين dad وبابا. Grandma وجدتي. And grandpa وجدي.
We live with our mom, dad, grandma and grandpa. احنا عايشين مع ماما وبابا وجدي وجدتي. We live in a tall apartment building. Apartment building يعني مبنى سكني، في شقق الناس بتسكن فيها. We live in a tall طويل apartment building يعني مبنى سكني طويل. I also انا ايضا have an aunt يعني عندي عمة and uncle وعندي عم. ممكن aunt وuncle بتيجي aunt بتيجي عمة أو خالة وuncle بيجي عم أو خال. and two cousins واتنين من أبناء العم أو أبناء الخال. they live in Cairo near us هم يعيشوا in Cairo في القاهرة near بالقرب us مننا. وطبعا us هنا ضمير مفعول به in English اللي هو pronoun. وطبعا في حلقة خاصة بالpronouns موجودة عندكم في قائمة التشغيل تقدروا تتفرجوا عليها وتعرفوا الفرق بين ضمير الفعل وضمير المفعول in English language أو في اللغة الإنجليزية. ونقول الجزء ده مرة تانية. We live with our mom, dad, grandma and grandpa. We live in a tall apartment building. I also have an aunt, an uncle, and two cousins. They live in Cairo near us. فأنا محتاج إن أنتوا تعملوا reading للستوري دي مرة تانية لوحديكو. لو حسيتوا إن أنتوا مش قادرين تقروها بشكل سليم تقدروا ترجعوا الفيديو وتشوفوا أنا قرأت العبارة إزاي وبعدين قولوها زي ما أنا قرأتها وتقدروا تتدربوا على إن أنتوا تعملوا reading وتقدروا تعملوا reading لوحدكو للستوري الجميلة دي. ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 4 وعنوانها Family Responsibilities. Responsibilities يعني مسؤوليات. Family يعني الأسرة. Responsibilities يعني مسؤوليات. مسؤوليات الأسرة. مسؤوليات الخاصة بالأسرة بتاعتنا. Listen استمع. For who is responsible للمسؤول. For jobs الخاصة بالوظائف in Noor's family. استمع مين المسؤول عن الوظائف في أسرة نور. Listen for who is responsible for jobs in Noor's family. وطبعا هنا بيكلمنا عن المسؤولين عن الوظائف كل واحد بيقوم بدور شكله ايه in Noor's family او في الأسرة الخاصة بنور. اول حاجة بيقول لنا everyone كل واحد helps in my house. helps بيساعد in my house في البيت بتاعي. يبقى كلنا بنساعد بعض في البيت بتاعنا. everyone كل واحد كل شخص helps بيساعد in my house في البيت بتاعي. my mom أمي and dad وأبي work during the day بيشتغلوا طول اليوم. during خلال أثناء the day اليوم. my mom and dad work during the day. My grandma جدتي and grandpa وجدي take care of my brother Samir. take care بيعتنوا of my brother Samir بأخي سمير أخو صغير سمير. grandma الجدة goes تذهب to the market إلى السوق to buy food لتشتري الطعام. grandma الجدة goes تذهب to the market إلى السوق to buy food لتشتري الطعام. grandma also الجدة أيضا cooks dinner بتعد العشاء. my big sister Sarah أختي الكبيرة سارة and I وأنا help her بنساعد جدتنا يعني prepare dinner ان هي تعد العشاء بنحط معها الاطباق بنساعدها في ان هي تعمل العشاء. prepare يعني اعداد ان هي تعد العشاء. my big sister and I اختي الكبيرة وانا help her بنساعدها اللي هي جدتي يعني prepare dinner ان هي تعد العشاء في اعداد العشاء. after we eat بعد ما احنا بناكل after بعد we eat نحن نأكل. everyone كل واحد cleans the kitchen. cleans بينظف the kitchen المطبخ. كلنا بنساعد بعض في ان احنا بننظف الكيتشن او المطبخ.
After we eat, everyone cleans the kitchen. Dad helps my sister. أبي بيساعد أختي and me وأنا with our homework في الواجب المنزلي بتاعنا. Dad helps my sister and me with our homework. My mom, أمي, cleans the house. بتنظف المنزل. My mom cleans the house. أمي cleans يعني ينظف the house المنزل. My big sister Sarah, أختي الكبيرة سارة, helps my mom, بتساعد أمي, clean too. Clean too إن هي تنظف أيضا. Too يعني أيضا. My mom cleans the house. My big sister Sarah helps my mom clean too. If something breaks in the house, if something يعني شيء ما breaks انكسر in the house في المنزل, my dad أبي fixes it بيصلحه. Fixes يصلح, it بيصلحه. If something breaks in the house, my dad fixes it. When the leg, عندما the leg, الرجل of our table, الخاصة بالترابيزة بتاعتنا, بالمنضدة بتاعتنا, broke, انكسرت. When the leg of our table broke, لما الرجل بتاعت التابل بتاعتنا, الترابيزة بتاعتنا, broke, انكسرت. My dad let me help fix it too. أبي let me خلاني help fix it too إن أنا أساعده إن هو يصلحها أيضا. I really enjoy being helpful. I really أنا حقيقة enjoy أستمتع being helpful إن أنا أكون helpful مساعد بساعد الآخرين to my family في أسرتي. نقولها مرة تانية. If something breaks in the house, if something breaks in the house, لو في حاجة كسرت في المنزل, my dad fixes it. When the leg of our table broke, my dad let me help fix it too. I really enjoy being helpful to my family. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس. الكلمات المهمة الجديدة اللي انتوا اخدتوها هتلاقوها متكررة معاكم في منهج ديسكوفر ومنهج كونكت بلس كمان, تقدروا تحفظوها, هتساعدكم كتير بعد كده. في الختام لو اعجبك الدرس اعمل لايك, اتمنى الاقي 1000 استفادوا او 1000 تحت الفيديو, والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب, وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير, وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان, وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.